شوف أنا دايما حقيقي من ضمن الحاجات اللي بتبهرني مش بس الأفكار اللامعة والمبتكرات العلمية، أنا الحاجات دي أحبها جدا برغم إن أنا ماليش في القصة يعني، بس ببقى سعيد لما أشوف كده ناس عينيها عقولها منورة. في بقى ساعات حاجات تانية مش متعلقة بالابتكار أو الاختراع، متعلقة بالطريقة، بالسلوك، بالمبادرة. فتشوف واحد أخونا سائق تاكسي، شوف بقى المخ شغال ازاي. والله العظيم حاجة دماغ المصريين دول، والله العظيم والله العظيم والله العظيم في رأيي المتواضع، بس انا يعني يساعدني في ده آراء الإنسانية. وهقول لك ليه، ان انا شفت فيديو لسه قريب لأخ مواطن من الخليج عمل فيديو عجبني قوي، والله انا مش عارف هو جنسيته ايه يعني، عمل فيديو جميل جدا. قال لك احنا في الخليج كله لما بنحب نوصف حد بالذكاء بنقول ده مصري، والله العظيم ما بهزر، ده فيديو منتشر جامد جدا على السوشيال ميديا الكام يوم اللي فاتوا ده. طبعا هو شكرا لهذا المواطن الشقيق العظيم يعني حقيقي يعني، بس ده برضو بيعزز من وجهة نظر. ما هو كمان انت لما تشوف انتشار العلماء المصريين أذكياء، فوق كل ده المصري بجد ربنا سبحانه وتعالى اداله حاجة كده، هو بيخش القلب زي اخونا ده. اخويا ده قرر انه يطلع 4 ساعات كل يوم يوصل المصريين والاجانب بالمجان في شرم الشيخ. اخونا صالح فوزي معانا على التليفون. مساء الفل. مساء السعادة. مساء الفل يا رهيب. عامل ايه؟ الحمد لله استاذ يوسف، الله يخليك. كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. عندك كم سنة؟ عندي 39. 39، عارف انت الحاجات اللمسات الحلوة زي اللي انت عاملها دي، الله يخليك، بنقول عليها ايه؟ يقول لك ايه؟ دي لمسات بتاعت الجيل الكبير، جيل أبهاتنا، الناس اللي متربية على الصح وفاهمة الأصول والضيافة والجدعنة والمحبة. ربنا يخليك يا فندم. فأنت ضربت مثل رائع للجيل بتاعك، إن كنت أنا أعجز منك حبتين يعني، لكن ضربت برضه لينا مثل أكتر من رائع. ربنا يخليك يا فندم. عملت كده ليه؟ يعني ليه تضحي ب4 ساعات شغل وشقة ومجانا يعني؟ والله يا فندم إحنا عملنا كده عشان ترويج السياحة. عشان ترويج السياحة وعشان المنظر العام قدام الناس الأجانب. وما عملتش كده عشان بس الأجانب بس، أنا عملت كده لأهل بلدي وأولا مصري وخواجة كله. مصري وخواجة وكل حاجة يعني. 4 ساعات. والناس الكبيرة، أيوة 4 ساعات، من الساعة 10 للساعة 2 ظهرا وقت الذروة يعني وقت الشغل. ده وقت يعني تقيل عشان ما حدش يقول ده هم نايمين من الساعة كذا، لا احنا وقت الذروة. أيوة ما جيتش قلت مثلا أعملها من الساعة 2 بالليل لـ6 الصبح. بس انا ما عملتهاش لوحدي، انا عملتها انا وزملاتي مع بعض يعني، سقفين تاكسي كمان. كم واحد بقى؟ احنا حوالي يعني احنا 717 تاكسي. كل يوم عاملين 200-150 تاكسي. الله اكبر، والله العظيم ده انتوا سكر. فاحنا لما عملنا المبادره ديت يا فندم عملناها من نفسنا، ما حدش قال لنا حاجه ولا ضغط علينا يعني. لوحدكم كده؟ فاحنا قلنا لهم، فاحنا وصلنا المعلومه ديت لسياده المدير الامن، فرحب بها جدا هو نائب المحافظ. حلو. والقائد المرور. فرحبوا بقى جدا، قالوا ده تمام 100 100، والله الله ينور عليكم. الله ينور، ده الله ينور ونص صراحه يعني. طب قول لي الناس لما 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 تيجي تركب معاك ويكتشفوا في نهايه المشوار انه مش هيحاسب بيقول لك ايه؟ فهو بيطلع الفلوس. قلت له يا فندم لا دي فري فري، فهو مبسوط، بيقول لي ما حصلتش. قلت له يا فندم هتحصل ان شاء الله، والمؤتمر اللي جاي ان شاء الله باذن الله، منتدى العالم باذن الله بشهر 1 هنعمله كده برضك باذن الله. يا سلام سلم، يا سلام والله سلم. ان شاء الله. طيب قول لي انت شايف ان المؤتمر ده مفيد ليك يا صالح، انت وكل زمايلنا اللي بيشتغلوا نفس الشغلانه؟ طبعا مفيد. طبعا يا فندم مفيد. احنا بنقول بنروجوا السياحه بقالها كام سنه يعني، من موضوع الثوره وكورونا والطياره، فالموضوع احنا ما صدقنا ان في حاجه جت. فانت قلت بقى ايه، احنا لازم نكرم الضيوف دول. فالناس يعني بسم الله ما شاء الله كلها بامانه مبسوطه بالموضوع ده، وبالذات اللي لما احنا قلنا لسياده المدير الامن يعني رحب جدا جدا جدا. ده شيء حلو بصراحه، عجباني الحركه يا صالح بجد يعني. الله يخليك يا استاذ. خليني الاول اشكرك يا صالح جدا، واشكر كل اصدقائك واخواتي اللي دخلوا معاك في المبادره. احنا بشكر سياده الرئيس وسياده نائب المحافظ والمدير الامن والمحافظ والناس العاملين والقاده عن المؤتمر، لان دي طفره يعني شرسه زي ما انت قلت من ساعتها.
طب صالح يعني انت عارف في الحاجات زي كده اقول لك مثلا طب انت عايز ايه يا صالح، او يعني مالكش اي طلبات، بس هسالك السؤال ده ازاي وانت لا راجل مضحي باربع ساعات من شغلك وجهدك ساعه ذروه، فهقول لك انت مش مالكش طلبات ايه، ده انت راجل انت اللي متبرع، فانا مش عارف اسالك اقول لك ايه بصراحه. لا ما فيش طلبات يا فندم، طلبات احنا ده احنا ولاد البلد، احنا نعمل منها ايه البلد؟ ونعم دي بصراحه، بلدنا، دي بلدنا، هنطلب منها ونعم ايه؟ اولاد البلد والله اه احنا العظيم هنطلب منها ونعم، ايه؟ انا بقالي 18 سنة هنا، فانا عاوز البلد تبقى احسن وربنا زي ما انت قلت، هيكرمك تنافس ويزيدك. تنافس على جميع المنتجات السياحية. هو طبعا كل الناس الاجانب اللي هترجع بعد كده على بلادها هيحكوا الحدوته بتاعتك انت واصحابك وزمايلك، طبعا يا ان فندم احنا طبعا، كنا ده في شيء شرم وبنركب ولقينا ان الراجل بيقول لنا لا مفيش اه، دي هديه مننا. فهم كانوا بينزلوا بيدونا تبس يا فندم، فقلت له لا مش هينفع، قال لي لا لا دي دبس، قلت له يا فندم لا ممنوع ممنوع كمان اه والله، ده انت امير فبيدي قوي. لي فلوس يعني، قلت له يا فندم لا مش هينفع احنا فوقت الفري، قال لي لا 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 عادي دي بالنسبه لي مني ليك انت. وحاطط انت ورقه على الازاز بتاع اه طبعا العربيه طبعا طبعا عشان كله باللغتين عربي وانجليزي كله يبقى فاهم، العربيه دي مجانيه من الساعه 10 للساعة اتنين للساعه اه 2. لا ده تمام انت يا فندم. حته سكر والله الله العظيم، يخليك يا استاذ يوسف، الله بتتقل يكرمك، بالالماس مش بالذهب. ربنا صالح يخليك يا انا فندم، اشكرك بجد والله العظيم واحييك، ومش تحت عارف اقول امرك لك ايه يعني، الامر لله سبحانه وتعالى، ربنا يوفقك ويكرمك واحنا تحت ويرزقك من امر حيث لا البلد في تحتسب. اي حاجه يا فندم، تحت امر البلد في اي حاجه، قدها وقدود، كفايه انك انت وتحيا رجعت مصر لنا، يا فندم، تحيا تحيا مصر، مصر الف تحيا مليون مصر، مره الله بالناس يخليك يا الحلوه فندم، اللي زيك ومعانا اتفضل، قبل كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى، تحيا مصر. تحيا مصر. شوف يا اخي اهو الراجل ده رجع لنا مفهوم ولاد البلد، شفنا قال لك احنا ولاد البلد، المفهوم ده كان مفهوم جميل، يعني انت عارف كنا نتفرج مثلا على الافلام الابيض واسود ونسمع الكلمه الجمله الحلوه دي يقول لك ده ابن بلد، ابن بلد ده يعني جدع ومحترم وكريم وشهم وشجاع وخلوق كل حاجه. صالح وزمايله عشان برضه ما بقاش ايه يعني كلت حق حد، وزمايله قال لك احنا اكتر من 200 واحد بنعمل كده، احنا في اكتر من 700 شغالين هناك في شرم، في اكتر من 200 واحد متفقين ويلا وهنشتغل على المبادره وتبقى حاجه عظمه جدا. طيب